تلفحوه. لو عايزه اقول لك انه انا لسه مصره على رايي، لانه والله يا برنس لو قريت المشاكل اللي بترد على لسان النساء في الجروبات النسائيه هتعرف انه في مشكله في الفحول. ولحد هسه انت مصره على الحاجه؟ مصره عليها، وحاكون واضحه شديد، وده من المسؤول عنه في المجتمع السوداني. احنا زمان يا برنس رجالنا ديل لا بيعرفوا الحبوب، لا بيعرفوا العسل الملكي كويس. الواحد يعرس أربعة وتاني يطلقهم ويدبل فيهم أربعة. يا جماعة نكون واضحين ولا لا بعد الحلقة دي حنتردي بطريقتك. الحاجة الثانية يا برنس، والله النسوان ده بيشكو شكية ما عادية، وحتى النكات بتاعتنا بقت فيها المعنى ده. وبعدين شنو زمان صراحة يا برنس، الفئة الجنس الثالث ده اللي بيقولوا ده هسه بقى حي وموجود ده، زمان في المجتمع السوداني بحسب قيم وعادات وبغض النظر عن الإنسانية وحقوق الإنسان والقصص الجديدة دي، كان الزول يعني بيكون المجتمع كده زي عامل له إقصاء كده أو عازله. لكن الآن والله بيهم موجودين في صميم المجتمع، منتشرين انتشار النار في الحشيم، وبعد جدوا التغييم يعني ده كله صراحة. أنا بالنسبة لي داليا دي بيعني أزمة فحولة. بقى هم من أجل بيقوم والله يا برنس، بيقول كده يكون كذاب او يكون زول يعني دافي راسه في الرمله، او يكون زول مكابر كويس. وحيجوني ناس يقولوا لي ما بعرف مجتمعنا مسحت بيه والواطه، والمجتمع السوداني انبل واجمل. ده كلام ايش ازاي؟ احنا نكون واقعيين يا جماعه.